حرمان، فقر، تهميش وإقصاء هي صور تناولها اجتماع الحكومة مع الولاة، كشفت عن واقع الطفولة المحرومة في الجزائر العميقة أو كما يعرف بمناطق الذل، صور لطالما تنقلتها وسائل الإعلام، غير أن ذلك لم يحرك ساكناً لدى السلطات المحلية. لأنه 20 سنة كنا قادرين نحل هذه المشاكل، لكن للأسف الناس كانت ما كانش دائرة أولوية لهذه المشاكل. لازمنا شفافية أكثر، لازم من إعادة النظر في الحوكمة المحلية، لازم نحرر القرار على المستوى المحلي، لازم نشرك المجتمع المدني كرقيب، لازم نعطي المسؤولية لأصحاب المسؤولية. أرقام رهيبة عن الطفولة المحرومة في الجزائر كشف عنها الفاعلون في المجتمع المدني، أرقام تتطلب إعادة النظر في الحوكمة المحلية من أجل ضمان حياة كريمة لهؤلاء. تسول الأطفال اليوم رانا بين 11 إلى 13 ألف طفل اللي راها في التسول، وهذا محروم. لما نتكلم على الاستغلال الاقتصادي وبالآلاف، ولحد الآن ما فيش إحصاء وطني لعمالة الأطفال اللي راهي في الشوارع وفي كل مكان. لما نتكلم على الأطفال اللي ما عندهمش سند العائلي، اللي هم راهم كذلك بالآلاف ويولدون خارج إطار الزواج، بين 2800 إلى 3300 مولوش خارج إطار الزواج، هذا كلهم راهي معاناة. هذه في 2020 لا تزال الطفولة في الجزائر تعيش حياة بدائية في عديد مناطق الوطن، فهذه الصور ليست بالجديدة، فهل سيكون الجديد تحرك المسؤولين لرفع الغبن عن البراءة؟